نصوص فيسبوكية كتبها اليوم محمد زهيد وقرأتها لريف أونلاين تي في إكرام الإدريسي. تركت أصواتا وقلوبا وأفئدة وسحنات ونظرات ووجوها من ورائها تعانق أسماءها المعذبة، ساعية إلى إحياء وجدانها الدفين. صارت تائهة في عوالم رنات الكؤوس التي لا تنبئ إلا بما سيأتي. ربما أتت في موعد سابق، وقد تكون جاءت في غير موعد لاحق. كل البحار التي عبرتها سعت إلى الشرب من مياهها، تبللت بأمواجها واستدفأت بأشعة شمس رمالها وترابها. في زمن واحد وفي مكان واحد فقدت تعقلها واكتسبت جنونها، فقدت نضجها وصارت ماردة. في مرة واحدة اشتهت أن ترقص عارية وبهذيان في ظلام دامس وعلى إيقاع صخب يثقب كل الأسماع، لتتخلص مرة أخرى من صدى أصوات تركتها وراءها وهربت في سبيل نسيانها. كان صدى هذه الأصوات يمزق وجدانها، كان يهزمها صوت بكاء الأمهات اللواتي فقدن ذويهن في حرب أهلية طاحنة، وكان يهزمها أنين أطفال يسمع من تحت أنقاض ما تركته وخلفته القذائف والنيران الأخوية. كانت تفزعها مشاهد الشيوخ الهاربين والمذعورين والضائعين على أعتاب حدود موحشة مع دول الجوار، وكان يؤلمها الصوت المكلوم لحبيب وعاشق فقد عمره قبل أن تفقد هي حبيب عمرها بعد أن قتلته. أما صوت أمها فكان هو الصوت الذي قتل أمامها ذات صباح باكر، لكنه لم يمت، فحملته معها حيا وسرا تطوف به الأرجاء وأغنية ترددها بحثة عن مكان آمن يحضن سرها وروحها، ولم تجده بعد.